بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة رقم 2 عن شابتر 24 اللي راح تتحدث عن Electric Flux، يعني التدفق الكهربائي ومع قانون غاوس. قبل طبعا كونه هذا جزئين، راح إن شاء الله هذه الشابتر تكون مؤلفة من جزئين. الجزء الأول راح نتحدث فيه عن Electric Flux ومقدمة عن غاوس لو، كيف نقدر نحسب Electric Flux من قانون غاوس. ونيجي للإلكتريك فلكس. أول شيء لازم نعرف شو يعني فلكس. فلكس معناها تدفق، مثل تدفق الماء أو تدفق يكون في عندنا تيار كهربائي، تيار مائي، ماء تتحرك فيه، عندنا نوع من التدفق. التدفق لما نقول والله الماء تتدفق بكمية مقدارها كذا، معناها هي كمية ثابتة سكيلر، ليست اتجاه. ولكن هذا التدفق دائما يعتمد على ما يسمى مجال، فممكن يكون هذا المجال مجال كهربائي، مجال مغناطيسي، مجال صوتي، مجال بني آدمين، أي نوع من المجال الموجود. وكونه كمية ثابتة فبنقدر نعرف التدفق على أنه هو ما يرمز له بالرمز فاي، وقلنا هو عبارة عن مجال. وهنا نتحدث عن المجال الكهربائي، إذن في عندنا إيه. وتعريف المجال أو تعريف التدفق هو عدد خطوط المجال، إذا هاي في عندنا المجال، التي تقطع سطح معين. السطح بيكون له دائما مساحة، إذا هو عبارة عن E في A. هذا التعريف البسيط إلى التدفق. لكن بعرف إنه التدفق عبارة عن كمية قياسية ثابتة، وبعرف إنه E عبارة عن متجه. فالسؤال كيف إنه أنا ممكن أحصل على سكيلر اللي هو التدفق من كمية متجهة مثل المجال؟ احنا بنقدر نحصل على متجه من متجهين اذا عملنا كروس برودكت، وبنقدر نحصل على ثابت او سكيلر من متجهين اذا عملنا دوت برودكت. شريطة ان يكون دوت برودكت لتو فيكتورز. فاحنا بنفرض بالبداية انه هذا المساحة لها اتجاه، برغم الكل بعرف انه المساحة ملهاش اتجاه، بس ناخذ على انه لها اتجاه، وحتى تعطينا كمية ثابت لازم يكون هذه عبارة عن دوت برودكت. واذا كانت دوت برودكت product بيصير عندنا E في A في كوساين الزاوية ما بين المجال وما بين المساحة. حتى نفهم كيف يعني معنى أو نقول المساحة إلها اتجاه، خلينا نفرض إن في عندنا مية تصير بهذا الشكل، وعندنا صفيحة حطيناها مثل هنا قاطع. بنلاحظ إنه هاي المية راح تظلها ماشية بدون ما في إشي اللي يحجز هذا المية، فبالتالي مقدار التدفق هنا عندنا فاي حقيقة يساوي الصفر. لكن لو حطينا الورقة مثلا، هاي نتخيل انها ورقة او السطح، حطيناها بشكل عمودي عليها على المية، راح تمنع المية انها تمر، فكأنه اذا كان في مجال راح يخترق بهذا الشكل، وبكون هنا تدفق اكبر ما يكون. وهسه نتخيل بدل ما يكون في عندنا ماء، نتخيل انه خطوط مجال كهربائي، وهي خطوط وهمية. في الحالة الاولانية لما كان فاي تساوي الصفر، معناها لما نيجي لإي في A في كوساين الزاوية، E نأخذ على انه ثابت، الA اللي هي المساحة، المساحة نفسها ما تغيرت، سواء اخذنا مثل الصفيحة هنا لها A ونفسها هذه الصفيحة لها A، بظل بيعتمد على كوساين الزاوية. حتى يكون تدفق صفر معناها كوساين ثيتا يساوي 90 كوساين ثيتا يساوي صفر، لكن ثيتا معناها تكون 90 درجة، معناها هذا اتجاه الA. في الحالة الثانية اللي هي هاي الحالة، عندنا تدفق أكبر ما يكون، كل خطوط المجال اخترقت، إذن عندنا E في A، معناها كوساين ثيتا كلها يساوي واحد، وهاي بيساوي واحد إذا كانت الزاوية صفر، إذن هذا هو اتجاه المساحة. بنلاحظ بالحالتين دائما بنقدر نعرف انه المعنى انه المساحة لها اتجاه هو العمودي على المساحة. فلاحظوا بهذا الشكل اللي هون عندنا العمودي على المساحة بهذا الاتجاه، بهذا الشكل العمودي على المساحة بهذا الاتجاه. اذا نرجع مرة ثانية نقول فاي هذا التدفق هو عبارة عن E دوت A دوت برودكت، ويساوي E في A في كوساين الزاوية ما بين E و A.
فإذا كان في عندنا مثلا السطح نفرض بهذا الشكل، وهذه خطوط المجال الكهربائي، خلينا نقول تصنع الزاوية مثلا ثيتا، أي ثيتا هذه اللي بصنعه هذا السطح. إذا بدي أوجد تدفق لازم أوجد العمودي عليه، عمودي هذا العمودي. بنلاحظ إنه هاي العمودي هي عبارة عن الزاوية نفسها، هاي من اتجاه الـ E، يعني هاي الزاوية الثيتا، فبتكون هنا في عندنا باي أوفر 2 ماينس ثيتا. وهذا من الأشياء الكثير اللي بغلطوا فيها الطلاب بأسئلة بسيطة، بنجاب سطح مثل هيك لكن ما بقدرش يحدد شو هي ثيتا أو إنها باي أوفر 2 ماينس ثيتا. إحنا بدنا الزاوية المحصورة ما بين المجال وما بين العمودي على المساحة. نعطي مثال عليه. لو قلنا في عندنا مكعب، هذا المكعب له 6 أوجه، 1 و2 هذا اللي هي اليسار واليمين، وفي عندنا الجزء العلوي والجزء السفلي، وفي عندنا هذا الأمام هنا، وفي عندنا واحد من الخلف مش مبينة. نلاحظ أنه إذا بدي أحسب التدفق الكلي، بلاحظ أنه في هذا الحال اللي هنا مع هذا الخطوط المجال المتحركة، الزاوية 90 درجة، يعني التدفق عبر السطح العلوي يساوي الصفر، التدفق نفس الشيء عبر السطح السفلي يساوي الصفر، والأمامي لأنه هذا العمودي عليه يكون للخارج، عمودي على خطوط المجال أيضا صفر، ومن جهة الخلفية للصفر. بضل في عندنا اللي على اليسار هاي خطوط المجال، وفي العمود على المساحة بهذا الشكل، فالزاوية ما بيناتن ثيتا يساوي باي. بينما الرقم 2 هاي خطوط المجال الكهربائي، وهذا العمودي على المساحة، الزاوية ما بيناتن الصفر، فبطلع عندنا المجال الكلي، التدفق الكلي يساوي الصفر. طبعا معنى التدفق الكلي يساوي الصفر انه عدد خطوط المجال الكهربائي الداخلة تساوي عدد خطوط المجال الكهربائي الخارجي. لاحظوا هنا فاي ان عدد خطوط المجال اللي بتدخل السطح هي تخرج من السطح. اذا منذ البداية بنقدر نقول انه الجواب يساوي الصفر. وكمثال عليه خلينا نشوف، في عندنا شحنة وفي عندنا السطح معين. لاحظوا الاول واحد من هنا هون هذا لا يخترق السطح اطلاقا، بينما اللي تحتيه مباشرة بيخترق السطح، لكن هذا بدخل بالسطح من هذه الجهة هنا وبخرج من الجهة الثانية، فبالتالي عدد خطوط المجال او التدفق الكلي في هذه الحالة يساوي الصفر، لانه عدد خطوط المجال الذي تدخل هي نفس عدد خطوط المجال التي تخرج. قبل ما ننتقل على نعمم عن التدفق، هذه حقيقة عبارة عن حالة خاصة لما نقول انه التدفق هو عبارة عن E مضروبة في A او دوت A، لانه هنا مفترضين انه E عبارة عن ثابت. لكن لو كانت E مش ثابت مثل هذا المثال معانا، لاحظوا انه المجال عند هذه النقطة يختلف عن المجال عند هذه النقطة، يختلف عن المجال عند هذه النقطة، عن هذه النقطة، كل شيء يتغير على السطح. إذا E متغيرة، فأفضل شيء ان ندور على منطقة بسيطة مثل هذه المنطقة هنا، نسميها DA، بحيث المجال يكون عنده نفسه. فإذا كان مثلا هاي خطوط المجال E، نأخذ العمودي على المساحة بهذا الشكل اللي هو DA، فبطلع عندنا مقدار التدفق الناتج عبر سطح مقداره DA هو عبارة عن E dot DA. ولكن أنا بدي فاي الكلي، ليس فاي معناها بكامل الطرفين، فبطلع عندنا فاي التدفق الكلي هو عبارة عن تكامل E dot DA. هذا حقيقة راح يكون هو عبارة عن مقدمة لما يسمى غاوس لو. غاوس لو هو طريقة مختلفة لكتابة قانون كولوم، هي رقم 1، وهي طريقة سهلة جدا لحساب المجال الكهربائي إذا كان في عندنا تماثل. وأنا بحب أحكي لجميع الطلاب، لا يوجد إلا حالتين من التماثل. أنه لما نقول متماثل، يعني لما يكون في عندنا كرة، ما هو التماثل للكرة؟ تماثل الكرة هو عبارة عن كرة. أو يكون في عندنا اسطوانة لا نهائية الطول، والتماثل للاسطوانة هو عبارة عن أيضا عن اسطوانة، هذه كمان اسطوانة
بنقول عنها سطح التماثل الاسطوانة هو اسطوانة، سطح التماثل لكرة هو كرة. فحقيقة نحن راح نحل هذول الحالتين العامات. في ممكن نقال السلك لا نهائي الطول، السلك لا يختلف حقيقة، السلك هذا السلك هيك لا يختلف عن الاسطوانة، اللهم انه نصف قطره بالمقارن بقدر اعتبره اسطوانة ولكن نصف قطرها يساوي الصفر. قانون جاوس بكل بساطة بيقول لنا انه التكامل المغلق على سطح، وبنحط له هاي الإشارة حول التكامل لتدل على أنه مغلق، يعني لازم يكون في عندنا السطح مغلق لإي ضد دي إيه، وبالتالي هذا بعبر لنا عن التدفق، يعني التدفق عبر السطح مغلق هذا يساوي مقدار الشحنة داخل السطح اللي إحنا بنختاره أو ما يسمى السطح جاوس على أبسلون نوت. هذا المثال بيقول لنا انه هذا هو عبارة عن التدفق الكلي، او هذا القانون التدفق الكلي هو عبارة عن التكامل المغلق على مجال، تكامل مغلق على اي دوت دي اي على السطح مغلق، وكله بيساوي مقدار الشحنة الداخلية اي انكلوزد كيو انكلوزد على ابسلون نوت. هذا حقيقة القانون له تطبيقين عندنا هنا حاليا، يا إما بوجد التدفق الكلي عبر سطح مغلق بقول هو مباشرة Q enclosed على epsilon naught، أو إذا بقدر أوجد المجال بحيث أني بقول التكامل E ضد DA يساوي Q over epsilon naught. نعطي أمثلة على الحالة الأولانية، والحالة الثانية أنه كيف نحسب المجال راح يكون هو الجزء الثاني من المحاضرة. كمثال لاحظوا أنه هنا في عندنا ثلاث سطوح، الأول واحد اسمه S، وفي عندنا S prime، وفي عندنا S double prime، وهي سطوح مغلقة، وبدي أوجد التدفق عبر كل سطح. إذا بدي أوجد التدفق عبر كل سطح بقول phi، لكن أنا بدي عبر S مثلا وهذا السطح مغلق، إذا حسب القانون جاوس هذا عبارة عن Q enclosed على epsilon naught. إذا بدور قديش في عندنا جويت هذا السطح، لاحظوا هذا S، بشوف قديش مقدار الشحن الموجود جويته بلاقيها انها عبارة عن Q1، اذا هذا عبارة عن Q1 على epsilon naught. اذا بنوجد التدفق عبر S prime بروح على S prime، هذا S prime، وبحاول اشوف قديش هذا، لاحظوا انه السطح مغلق، بشوف قديش مقدار الشحن الموجود جويته، لاحظوا Q4 ما لها علاقة، Q1 ما لها علاقة، فقط اللي داخليات، الداخليات عبارة عن Q2 زائد Q3 على epsilon naught، هاي مقدار الشحنة الداخلية ل Q2 زائد Q3. إذا بنحسب التدفق عبر السطح S double prime، هاي S double prime عندنا، بشوف قديش في جويته شحنات، بلاقي الشحنات الصفر، إذا هذا عبارة عن صفر على epsilon naught ويساوي الصفر. عشان نوضح الزيادة خلينا نأخذ كمان مثال. هذا المثال في عندنا أربع أسطح، S1 بالبرتقالي، S2 بالأزرق، S3 بالأسود، S4 بالأخضر، وبدنا نشوف قديش مقدار التدفق عبر كل سطح. فخلينا نشوف عبر S1 حسب قانون كولوم، حسب قانون جاوس مقدار التدفق الكلي عبر السطح مغلق هو مقدار الشحنة داخل سطح جاوس على epsilon naught. خلينا نجي على S1، هذا S1 بلاقي انه في عندنا شحنتين جويته اللي هي -2Q على -2Q، وفي عندنا كمان زائد Q على epsilon naught، هذا بيعطينا -Q على epsilon naught. إذا بنيجي على التدفق عبر S2 بنروح على S2 اللي هي بالأزرق، وبشوف قديش مقدار الشحنات داخل هذا السطح، بلاقي هي عبارة عن زائد Q في عندنا وماينس Q، إذا Q ماينس Q على epsilon naught ويساوي الصفر. إذا بنشوف التدفق عبر S3 بالأسود، لاحظوا بنشوف الشحنات الموجودة داخل هذا السطح، بلاقي كل هالموجودات اللي هن -2Q زائد Q ماينس Q على epsilon naught ويساوي -2Q
على أبسل النوت. معنى الإشارة السالبة أن خطوط المجال لداخل هذا السطح، معنى الإشارة موجبة أن خطوط المجال خارج من السطح. نشوف آخر واحد اللي هو فاي الناتج عبر S4، S4 اللي هو بالأخضر، بنشوف قديش في عندنا شحنات داخل هذه، وبنلاقيها يساوي الصفر. خلينا نحاول نشوف كيف جاوس بعطي كولوم وكيف كولوم حقيقة بعطي جاوس. نشوف في عندنا حسب قانون كولوم، نأخذ الحالتين حسب قانون كولوم، الشحن المجال الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية مقدارها كيو على بعد R، قيمة المجال هي عبارة عن كي في كيو على R تربيع. هذا قانون كولوم، لكن هذه يساوي بدل كي بقدر أكتبها 1 على 4 باي أبسلون نوت، وفي عندنا هنا ظل كيو على R تربيع، بدي أحط كيو بالبسط وR تربيع بدي أحطه هنا، بقدر أضرب ضرب تبادلي في بأربعة باي R تربيع، فبصير في عندنا E في 4 باي R تربيع يساوي كيو على أبسلون نوت. لكن 4 باي R تربيع ما هي إلا مساحة سطح كرة، يعني كأنه في عندنا كرة تحيط بهذه الشحنة بهذا الشكل إلى آخره، بحيث أنه مساحة هذا السطح اللي هي E في A يساوي كيو على أبسلون نوت. وهذا حقيقة هو عبارة عن قانون جاوس، كأنه كولوم بنتقل لنا لجاوس إذا أخذناها للشحن، وبالتالي بنقدر نعممها بشكل عام. بقدر أقول أنه تكامل E، وكونه عندنا مساحة سطح كرة إذا مغلقة E.DA يساوي كيو، وهذا كيو اللي هي داخل سطح جاوس انكلوزد على أبسلون نوت. طريقة ثانية انه خلينا نقول في عندنا هذه الشحنة، شحنة كيو، وبدي اوجد المجال على بعد R، سميها النقطة P، وقانون جاوس بقول التكامل المغلق على E دوت دي A يساوي مقدار الشحنة الداخلية على أبسلون نوت. إذا أول شيء لازم أختار السطح. كيف تختار هذا السطح حتى نقدر نستخدم قانون جاوس؟ وهذه لازم تكون واضحة لكل طالب. حتى أستخدم قانون جاوس لحساب المجال الكهربائي لازم أختار السطح. هذا السطح، كونوا منتبهين معي، هذا السطح قيمة المجال عند كل نقطة من نقاطه نفسها. بمعنى مثلا في عندنا هذه الشحنة Q، بدي أوجد على بعد R، هل يوجد نقطة أخرى قيمة المجال بتكون نفسها؟ الجواب نعم. لو رحنا مثلا على نفس البعد R هنا وحسبت قيمة المجال عند هاي النقطة سميناها P1، راح ألاقي نفسه KQ على R تربيع. طيب بقدر أروح على بهذا الشكل على نفس البعد R، بهذا الشكل على نفس البعد R، بهذا الشكل على نفس البعد R، وهكذا. بقدر أربط ما بيناتن كلياتن هذول النقاط، لكن إحنا هنا كان إن بلين، بقدر أروح بالجهة للأمام أو للخلف على بعد R، فبطلع معانا عبارة عن كرة نصف قطرها R. قيمة المجال عند النقطة P ولا P1 ولا هذه النقطة نسميها P2 هي نفسها، فبقدر أطلع حسيات E خارج التكامل، فبصير عندنا E dot DA dot تكامل DA يساوي مقدار الشحنة الداخلية، يعني قديش مقدار الشحنة داخل سطح جاوس. حقيقة هذا هو سطح جاوس اللي احنا اخترناه، قيمة الشحنة الموجودة داخله اللي هي عبارة عن Q على أبسلون نوت، لكن تكامل DA اللي هي A، فبصير عندنا E dot A يساوي Q على أبسلون نوت. بظل نشوف قديش مقدار الزاوية. لاحظوا لو جينا عند نقطة P1، هذا اتجاه المجال خارج من الشحنة، بدي أوجد اتجاه A، نأخذ المماس العمودي عليه، بكون هاي هي اتجاه A، إذا نساوي بنات 90 درجة.
لو كنا هنا مثلا، هاي اتجاه خطوط المجال الكهربائي خارج من الشحنة، بدي أوجد الاتجاه المساح عند هذه النقطة، بحط مماس هاي اتجاهها هاي اتجاه الـ A، فبالتالي الزاوية بيناتهم الصفر، فبطلع عندنا E في A يساوي Q على epsilon not، يعني E، لكن مساحة سطح الكرة اللي هي عبارة عن 4 باي R تربيع يساوي Q على epsilon not، نقسم نوجد مشان نوجد E، نقسم على 4 باي R تربيع، بطلع عندنا K في Q على R تربيع، وهو قانون كولوم. هيك نكون خلصنا الجزء الأول من هذا الشابتر، نراكم قريبا إن شاء الله في الجزء الثاني اللي هو تطبيقات على غاوس لو.